من جانب آخر، دعت منظمة الصحة العالمية شعوب العالم إلى التبرع ب7 دولارات للمساهمة بجرعة لقاح في حملة تقودها المنظمة لجمع أموال إضافية لبرنامج كوفاكس الدولي لإتاحة لقاحات ضد فيروس كورونا. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن الحملة ستتيح لأي شخص يريد أن يلعب دوره في تطعيم العالم بتبرع بسيط، ومن ثم يساعد في إنهاء الجائحة. وأضاف غيبريسوس أن أفضل طريقة للخروج من هذا الوباء هي الحصول على اللقاحات للجميع، بدءا بالعاملين الصحيين والأشخاص الأكثر ضعفا في العالم. وحسب منظمة الصحة العالمية، فإن استراتيجية أجندة التحصين 2030 تركز على التلقيح طوال الحياة لتجنب ما يقدر بنحو 50 مليون حالة وفاة، 70% منها في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.